مرحبا أعزائي طلبة سادس إعدادي، وهذا الدرس في يونت 5 بيج 115 صفحة 115 في كتاب النشاط. هذا التمرين حول عدة مواضيع، تمرين منوع وتمرين وزاري. Choose the correct words for each sentence. اختر الكلمات المناسبة لكل جملة. عندنا أول وحدة هو حالة. She's been talking on the phone. She's been talking. هاي مو is. Is يعني she has been. شلون عرفنا؟ عندي been وعندي فعل verb ing. هذا present perfect continuous مضارع تام مستمر. The last 20 minutes since منذ for لمدة with مع for the last 20 minutes. قلنا for نستخدم وراء من يشوف عدد، وعندنا the last استخدم for. من عندي last بحدها استخدم since، نحفظها the last for last بحدها نستخدم since. دي نادي يقول لل 20 دقيقة الماضية، هي كانت تتكلم بالتليفون لل 20 دقيقة الماضية. ما اريد احفظها هيك، احفظ انه من يجي عدد ورا الفراغ 2 3 4 6 7 20 1000، من شوف عدد نختار 4. من اشوف ساعة يوم شهر سنة استخدم since. هنا عندي جانيوري كانون الثاني، لذلك اختارت سنس. هنا عندي 20 عدد استخدم 4، او تريد تحفظها مثل ما قلنا the last 4 و last بحدة تستخدم سنس. Number 2 when we got to the cinema، عندما وصلنا الى السينما. The film فراغ started، منطيني already و has و had اللي احنا مختاريها واضحة هنا. ليش اختارينا had؟ من اختار had شي يصير had started، had زاد pp تصير هذا شنو؟ الماضي تام. ماضي تام ليش استخدمت ماضي تام؟ لانه قلنا الماضي تام اذا تراجع الموضوع ماله في فيديو سابق قلنا هو الحدث الاول. فنقول عندما وصلت الى السينما ذا فيلم هذا استاذ، كان الفيلم قد بدا. يعني عندي حدثين، الحدث الاول وصولي للسينما، الحدث الثاني بدايه الفيلم. ياهو صار قبل بداية الفيلم، لأن يعني يقول من وصلت لقيت الفيلم بادي، يعني حدث بداية الفيلم هو الأول، ولذلك استخدمنا الماضي التام لأنه هو الحدث الأول مو الجملة الأولى، مو الفراغ الأول إذا كان عندي فراغين، لا الحدث بالجملة كلها. من الحدث صار أول شيء بداية الفيلم، بعدين الحدث الثاني وصولي، يعني الفيلم كان بادي قبل ما وصل، لذلك استخدم الماضي التام past perfect. Had started. Yeah, how many letters فراغ so far today? أدنى did you write؟ هذا من كلمة did، هذا ماضي بسيط past simple. Have you been writing؟ هذا مضارع تام مستمر. Have و been writing مضارع تام مستمر. وعندي have you written؟ Have و written، بس طبعا هنا الهاب والهاب متقدمة. ليش؟ لأنه سؤال. اختارينا المضارع التام have و written. Have زائد pp مضارع التام. ليش؟ لأن عندي so far. So far وأيضا عندي الكلمات الخمسة الأخرى اللي حافظيها just already yet ever never. هذه كل الكلمات من تجي أستخدم مضارع التام. So far نقدر نضيف إليه معناها حتى الآن، فيصير معنى الجملة How many letters have you written so far today؟ كم رسالة كتبت حتى الآن في اليوم. Babylon City فراغ. People like to go sightseeing. It's a beautiful place. مدينة بابل يحبون الناس يطلعون يتفرجون على معالمها، مكان جميل. عندنا which لغير العاقل وذات أيضا لغير العاقل وwhere. كنا أخذنا فيديو سابق قلنا شو وقت نحط where وشو وقت which، شلون؟ قلنا من يجي هاي الكلمة بابلون سيتي هي نقدر نعتبرها مكان فنستخدم وير مثل ما حالين هنا، بس أيضا ممكن تعتبر غير عاقل لأن هي مدينة. ليش ما أخذت which of that؟ لأن سوينا قاعدة من عندنا قلنا من يجي وراء الفراغ اسم people أستخدم وير، بينما إذا جاء فعل مثلا is أستخدم which of that. والقاعدة تقدر ترجع لها والفيديو تراجع تشوف طريقة سهلة للتفرقة بين اثنيناتهم. 5 I فراغ to China yet. عندي yet. رأسا أول ما تجي yet أدور على المضارع التام. قلنا قبل شوية هنا بهذه الجملة، بهذه الجملة قلنا just already yet never ever من تجي استخدم مضارع التام. yet عندي هنا. فنقول didn't go ماضي بسيط. haven't gone مضارع تام. و haven't been أيضا مضارع تام. إذا هذا راح استثني لأن ماضي، إحنا عندنا yet ويا المضارع التام.
اللي هو هاز هاب بيبي. فهنا مضارع تام اثنين، شلون اعرف يا الصح ليش اختارين هذا؟ الجواب لي انا قلنا شنو الفرق بين البين والجان؟ جان ذهب ولم يعد، وبين ذهب وعاد. هو ايش ده يقول؟ I haven't been to China yet، لم اذهب الى الصين لحد الان، ولكني اتمنى ذلك في يوم ما. اتمنى ذلك في يوم، هو من يروح للصين شو يسوي غير يرجع؟ يعني قصده ما زرت الصين، ما رايح لها سياحة. فاللي يروح لبلد سياحة أكيد يرجع. فدائما مع الدول، مع السينما، مع المتحف، دائما حط ببالك تستخدم بين. ليش؟ إذا قل لك للسينما أيضا واحد يروح يشوف الفيلم ويرجع، بس بشرط يكون راجع يعني. وعندنا أيضا متحف أو أي مكان واحد يروح لزيارة ويرجع، المسرح وغيرها، بس بشرط معنى كلام يدل أنه رجع، شاف الفيلم ورجع، شاف المسرحية ورجع. البلدان نفس الشيء، من يقول أنا إذا أروح لها زيارة معناته نستخدم بين، لأن الناس من تروح للدولة ترجع. فقلنا بين هو ذهب وعاده. عندنا جملة سادسة، a thief lost got into their house، دخل إلى بيتهم، because they، لأنهم فراغ، the door properly، إن haven't looked، مضارع تام، هنا ما عندي شيء يدل على المضارع التام. haven't been looking، مضارع تام مستمر، أيضا هنا ماكو شيء يدل على المستمر. تارينا hadn't looked، had زاد بي بي، شنو هذا قلنا؟ ماضي تام، past perfect، طبعا جايب النفي. looked ايدي، قلنا التصريف الثالث لو قياسي لو شاد، لو ايدي لو شاد. ليش اختارينا ماضي تام؟ هنا عندنا because، قلنا ورا because يجي الماضي التام، ورا بيكوز يجي الماضي التام. وايضا طبعا اذا على المعنى نقول هو الحدث الاول دائما الماضي التام اللي ذكرناه قبل شويه. نقول لوس دخل الى بيتهم بيكوز زي هادنت لوك، لم يقفلوا الباب جيدا، باب ما قفلوا زين. اذا ياهو عندنا حدثين، حدث اللي ورا البيكوز اللي هو لم يقفل الباب، عدم دخول اللص، ياهو التموشي طبعا عدم قفل الباب. فدائما الحدث اول، فاذا تريد تعرفه على المعنى تريد تقول هنا بيكوز دائما يجي وراها ماضي تام. 7 سهيل فراغ brother lives in California because there's a planning trip to the USA soon، يعني سهيل اللي اخوي يعيش بكاليفورنيا بامريكا يخطط للذهاب في رحلة إلى أمريكا قريبا. هذا قلنا هوز للتملك، هذا ضمار الوصل هذه، which هوز هنا هوز قلنا للتملك، قلنا هوز برادر الذي أخوه، الذي أخوه وش لغير العاقل ما ترهموا ياهاي، لأن صهيب عاقل. وهوز متكمنا منه هو إز، ما عندنا احنا ضمير وصل اسمه هوز، ضمار الوصل ما بيها فارزة أصلا، فبقت هذه اللي هي يعني حتى لو ما تعرف تخلي تقول صهيب ما يأخذ وش، هوز ما عندي ضمير وصل بفارزة، تخلي هذا يكون جوابك صحيح. وهي للتملك الذي أخوه يعيش في كاليفورنيا. 8 spent the whole night awake looking at the stars، نا عندي have you ever، did you ever، had you ever، كلها عندنا ever ever ever، هذا شنو بس have، نا ماضي لان did، نا had had، وهذا التصريف الثالث spent، ماضي التصريف الثالث مال spend دي تتحول لاتي، دي ما ظل عندي التصريف الثالث، اذا خليت had راح يصير ماضي تام، بس الهاد ما يجي وياها ever، باع ever ويا ثلاثة did، ايضا did ما يجي ويا ever وما يجي ورا التصريف الثالث، ايش بقى؟ Have you ever، ever قلنا ويا من تجي، إذن الكلمات الخمسة just already yet و ever و never، ever هذه ever ويا المضارع التام، فأقول have you ever جبت ال have وهذا التصريف الثالث صار مضارع تام، have زاد بيبي. 9 I am in a really good mood because فراغ my exams، أنا في مزاج جيد سبب يعني امتحاناتي. بنقول I've just عندي هنا finished، هاي مضارع تام، I've يعني I have، have و finished pp، have finished pp يعني مضارع تام present perfect. just هنا ايضا عندي just، I've just been finishing، هاي مضارع تام مستمر present perfect continuous، ايضا just. I was just finishing، ايضا عندي just، قلنا قبل شوية just ويا من تجي ويا المضارع التام، just already yet ever never، رأسا ما طول ويا المضارع التام. إذا نخلي هي الجملة صحيحة، أنا بمزاج جيد لأني أنهيت امتحاناتي، نفس هاي الجملة هم عندي ever ever ever، ولكن تجي ever ويا المضارع التام فاختاريته. هنا هم نفس الشيء just 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 تجي ويا المضارع التام، لذلك اختاريته.